انت لسه ما طلقتيش منه لحد دلوقتي. هيبعتلك ورقة الطلاق ازاي وهو كان مسافر ومعرفش اللي حصل؟ يعني انت لسه على ذمته؟ واخويا شفيق عرفت انه مات كيف؟ ردك! ما عرفتش حاج. يعني ايه؟ يعني انا اشتريتك يا ولدي وبعت العالم كله. يعني اخويا شفيق عايش؟ معرفش. انا معرفش، ربنا وحده هو اللي عارف هو فين دلوقتي. يا ابوي وجالك قلب 30 سنة، سيبيني كده فردي وحداني من غير دار. وجالك قلب، سيبي لحمك ودمك كده وتبعد عنه متحنلوش. مين قالك ان انا ما بحنش ليه؟ مين؟ انا بحن ليه يا ولدي كل ساعة كل دقيقة، لكن ساعات لما احس ان في حتة مني بتربطني بالقاتل اللي اسمه جعفر ده بتجنن. عقلي بيشت، عقلي بيقول لي مش عايزة اشوفك يا شفيق يا ولد بطني، لكن قلبي بيقول لي لا، بحن ليه يا ولدي؟ ولما بعدت بقيت احن ليها اكتر واكتر. صدقني، بعدين سألت نفسي انا ليه هربت؟ لقيت اني لازم اخدك واهرب. ما كانش في حل غير كده. لو قعدت جعفر يمكن ما كانش حيقتلني عشان كان مجنون بي، بس كان حيقتلك انت، حيقتلك انت يا طلعت عشان ينتقم مني فيك. اخترتك يا ولدي، اخترتك انت عشان تكبر قدامي وتبقى راجل ما فيهوش معنى واحد من معاني الرجولة. لا يا ولدي، ما تقوليش كده. اقول لان لو هروبك ده صح كان لازم تقوليلي اول ما وعيت. ما قدرتش ارميك بيد في النار، ما قدرتش اوقفك قدام جعفر، والاهم من كده اخوك شفيق اللي عايش معاه. لو كنت عرفت كان زمانك دلوق واقف قدام اخوك شفيق وفي بينكم طار. حرام عليك. أنا ما شايفش دلوقتي غير صورة أبويا اللي ما حدش خد حقه. حرام عليك، عايشتينا في كتبة كبيرة ووهم كبير. طلعت، سيبيني يا أم، سيبيني الله يرضى عليكي. أنا لو قعدت هنا دقيقة واحدة الله أعلم ممكن أعمل إيه. طلعت. بص بقى، الأوضة دي حلوة وكمان على قد إيدك. لو أنت عايز حاجة أحسن من كده أنا عندي في آخر الطرقة، بس دي هتفضى بكرة الصبح. لا يا واد عمي، ده كده رضا.
انا كل اللي عايزه فرشه انام عليها وباب يتقفل عليا. طب تحب اجيب لك عشاء اي حاجه؟ لا انا عشايا نوم، هنعس ومحدش يصحيني. تصبح على خير يا عمي. على السلامه يا دعم. تصور ان انا ما كنتش اعرف ان المركب دي بتاعتكم. هو انت ليه ما سميتهاش على اسمك؟ شفيق. شفيق شيك، حرام عليك، انت عايز الزباين يطفشوا. ده انتوا ما كنتوش هتلاحقوا على الزباين ولا السياح. ابويا ما يحبش يحط اسامينا على اي شركه من شركاته، ولا حتى اسم العربات، حتى شركه السياحه والفندق اللي احنا مشاركين فيه ناس كتير ما يعرفوش انه بتاعنا. باباك ده غريب قوي يا شفيق. شفتي؟ لو انت النهارده اللي بتعطليني والعمال مستنيني في الشقه. مش عارفه ليه مش عايزه اسيبك. تخليك معايا شويه. بعدين وهي كانت الناس عايزين يخلصوا من الحكايه دي النهارده. مش هغيب عليك. قبل المغرب هكون عندك. عايزين بكره نسيب الفندق. ننقل الشقة الجديدة. ربنا يجعل وشها بخيت علينا. أنا هعلق لك ورقة تنظيف الأوضة عشان تقعدي فيها مرتاحة. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الترتيبات اللي عملناها الفترة الماضية كانت بيرفكت. كنا ناطرين ظروف مناسبة. هلا اجت الظروف. حادث السيارة اللي صار فجر بيروت امبارح مات فيها رجال ومرته. للأسف مصريين. الله يرحمهم. الحي يبقى من الميت. فعلا رح يخدمونا. الإجراءات رح تخلص بعد يومين وينقلوا الجثمانين لمصر. طيب وقرايب الضحايا دول حد منهم جه هنا؟ هن عيلة متوسطة. إجا واحد ليتابع الإجراءات ليطلعوا جثث من المشرح على الطيارة. يعني أنت شايف إن الموضوع ده مناسب؟ أنت عم تتعامل مع أبو شاد يا لور. بعد ما جلنا خبر الحادثة درسنا الموضوع بدقة. صناديق نقل الجثمان رح تكون تحت إيدينا قبل ما توصل المشرحة. رح نأمنها ونجهزها ونبطنها طول الفترة اللي هي رح توصل الطيارة على مطار بيروت، والباقي يكون عليك أنت بالقاهرة في قرية البضايع. وأنا هرتب مع واحد من حبايبنا اللي في المطار يبقى مسؤول عن انه يخرج الصناديق ويسلمهم لاهاليهم، وبعد ما يندفنوا باذن الله نتعامل احنا مع الصناديق. خلينا في المهم. المعلومه اللي وصلتها لك اخبارها ايه؟ معلومه صحيحه. يعني انت متاكد؟ انت محظوظ كتير يا لورد. تعرف الفتره الماضيه علاقتي مع ابو داود كان كتير قويه، وانت عارف انه هو ما بيعطي ثقته لحدا حتى ولو لامه. بس البزنس اللي كان بيني وبينه كان عالي كتير، قربني لإله
والأقرب الناس إله. طيب أنا متشوق أعرف الأخبار. رح تعرف، بس نتصل بالرجال في بيروت ونطمن على العملية اللي رح تتم بعد شي يومين ونخلص هالموضوع.